ونجدد الصباح لكل حدا انضم لنا. وهلا وصلنا لاولى محاورنا، يعني مثل ما بنعرف تقلبات الطقس ببدايه فصل الخريف والتي تواكبت مع ازدحام كبير للطلاب لدخول المدارس، تكثر الامراض والفيروسات والانتانات وما يشكل اثر سلبي على الاطفال. طبعا هل هناك عوامل اخرى تشكل امراض تحسسيه عند الاطفال؟ كل هذه التفاصيل وغيرها سوف تجيبنا عنها الدكتوره غزل ديب، وهي اختصاصية بأمراض الأطفال وأستاذة الأمراض التحسسية والصدرية بقسم الأطفال بجامعة تشرين. أهلا وسهلا فيك دكتورة، نورتينا ويعطيكم ألف عافية. أهلا مدام، صباحك دكتورة. أهلا صباح. بداية مع تقلبات الطقس والانتقالات الموسمية أكيد تكثر الأمراض، وخاصة بأماكن الازدحام ودخول الطلاب إلى المدارس، فأثر هذه المتغيرات على صحة الأطفال؟ أكيد هاي الفترة هي كتير فترة مليئة الحقيقة خلينا نسميها التظاهرات المرضية اللي ممكن يعانوا منها الأطفال وبيعانوا منها الأهل كمان، لأنه أي مرض للطفل أي عرض بيقع طبعا عليه هذا بيسبب معاناة كمان للأهل. نحن بهاي الفترة كتير بنشوف فترة خلينا نسمي الانتقال إلى فصل الخريف وتقلبات الطقس، يوم بارد يوم ماطر، أحيانا ليل بارد نهار مشمس، هيدي الفروق الحرارية بين ليل ونهار وحتى التقلبات والمنخفضات المتكررة، إضافة لدوام الأطفال بالمدرسة وازدحام المدارس بيكون بالصفوف في أعداد كبيرة وحتى بالمقعد الواحد أعداد كبيرة. صحيح. هي كلها ممكن تكون عوامل مؤهبة وبشدة يعني أن تعطينا أمراض عند الأطفال من الموجودين بهالبيئة. أول شيء في عنا الإنتانات التنفسية الفيروسية بتشيع ببداية فصل الخريف، وحتى الإنتانات التنفسية الجرثومية، وحتى في شيء اسمه إنتانات تنفسية بعوامل ممرضة لا فيروسية ولا جرثومية، هي اسمها الأتيبيكال أو اللا نمطيات، اسمها ميكوبلازما، هي بتنتشر بالمدارس كتير ومنشوفها بهذا الفصل كتير. هي مسؤولة عن إنتانات تنفسية علوية وسفلية، يعني التظاهرات ممكن رشح، علامات رشح، احتقان أنف، سيلان أنف، صداع، شوية حرارة، ممكن كله ما في حرارة أبدا، يعني فقط هي أعراض نزلية بنسميها، قد تكون في ترفعات حرورية خفيفة، ممكن تمر الأمور بسلام، قصة كتير تكون بسيطة وممكن تتطور تعطيني أعراض أشد. بهيك حالة الحقيقة ممكن يكون في مصدر قلق للأهل، ممكن تمشي الأمور بشكل كتير سلس وبسلامة. نحن وقت اللي منحس أنه هذا الطفل عمل حرارة معندة أو دخل على الخط مثلا أعراض تنفسية سفلية، سعال قصبي أو حتى سعال حنجري مرافق لهيدي الإنتانات، وقتها الحقيقة الأهل ممكن أنهم يعملوا استشارة للطبيب لأنه قد تكون الأعراض شديدة. هلأ إذا بدنا نحكي على الإنتانات التنفسية فيروسية جرثومية، هلأ رح نحكي بكل هيدي التفاصيل تمام. ولكن كانوا عم نحكي عن العوامل المؤهلة إنه فعلا ممكن إنه يصاب فيها الطفل. في عوامل أخرى مثلا؟ صح. أخطاء مثلا من عند الأم، فينا نبلش يعني ممكن إنه يصاب هلأ الطفل؟ هلأ هو دوما نحن بهيك حالة من إلا للأم. هلأ مثلا الصبح بكير ممكن تكون ملبسته كتير جاكيت، بيكون في برد، بضل لابسها، بيروح على المدرسة، بيعرق بصفه، بيطلع بعدين على الباب حب يركض، هون بصير في فروق حرارية، في فروق. يعني هو عرقان وبعدين تعرض لهواء بارد، أو هذا الحقيقة شوي ممكن تكون تصرفات خاطئة من الأم. لازم أنه هي توصي ابنها بأنه ما يضل لابس مثلا الجاكيت اللي لبسه صباحا وصار في عنده، يكون في اعتدال يعني بهذا الموضوع. تماما تماما الاعتدال هو كتير مهم. في شغلة تانية ما لها علاقة فيها الحقيقة الأم، أو خليني أقول أنا دوما توصيات بغسيل اليدين قبل وبعد الدخول الحمامات بالمدارس، هي لازم ينبهوا دوما الأهل وأولادهم عليها. بعدين إذا شاف الطفل رفيقه عم بيعطس عم يسعل مفروض يبعد عنه. استخدام المحارم الورقية والمناديل الورقية ووضعها على منافذ التنفس أنف وفم كمان هي مهمة، ممكن تعمل له وقاية. ما رح نقول كمامات، إن شاء الله ما بنوصل لمرحلة إنه نقول لهم البسوا كمامات كلكم، بس الابتعاد عن مصدر عدوى محتمل موجود بالصف أو بالباحة. صحيح. هي التوصيات الحقيقة لازم الأم دوما توصي أولادها فيها. هلأ في شغلة تانية ما لها علاقة الأم فيها، هي اللي عنده استعداد مثلا لمرض تحسسي مثل الربو،
او التهاب الانف التحسس هو عرضه اكثر من غيره. صحيح. تماما. يعني هناك الكثير من العوامل اكيد ايضا تتعلق بالمناعه عند الاطفال وحسب مناعه كل طفل الى اخر، لكن بيهمنا ايضا نميز نحن ما بين الانتانات التنفسيه الجرثوميه او حتى الفيروسيه. يعني هذا التمييز، يعني في كثير من الامهات عندهم بعض الاخطاء الشائعه متعلقه وخصوصا بارتفاع درجه الحراره، ايضا كيف فينا نحن نركز على هذا الموضوع ونميز ما بين الفيروسي والجرثومي؟ أكيد. هلأ أنا بس لأحكي أنه مناعة الطفل مهمة جدا، بس نحن عالميا يعني التوصيات العالمية لأمراض التنفس تقول أنه ما في مشكلة 6 مرات بالسنة، 4 ل6 مرات بالسنة ينصاب الولد بيرشح أو قريب عادي، ما نو نقص مناعة. ما نو نقص مناعة، تصنف نقص المناعة أو اضطراب المناعة بإصابات أخرى، مو بقريب 6 مرات بالسنة. معلش قصة التمييز بين الانتانات التنفسية الفيروسية والجرثومية الحقيقة أحيانا يصعب على بعض الأطباء، فنحن ما منطالب الأم تميز، بس من إلا للأم نحن إنه إذا كان هالطفل عنده علامات رشح عادية بسيطة ما في داعي للقلق. مجرد صار في حرارة عالية، حرارة معندة على الخافضة، أعراض يعني، صار في زرع ترفع حراري الحقيقة متكررة كتير نهارا أو ليلا مع تعنيدة على الخافضات المعتادة بالجرعات الصحيحة للطفل، مو أنه نعطي جرعة صغيرة ونقول هو ما استفاد معناتها حرارته معندة. إضافة لبعض الأعراض الأخرى مثل مثلا تلون المفرزات المخاطية اللي موجودة بالأنف، أو لو فرضنا طلعت عن طريق بلغم أو رزاز بسعال عند الطفل، تتلون المفرزات من رائقة شفافة إلى مفرزات مخاطية صفراء أو خضراء. مجرد صار في التلون معناتها صار في عندي هون انتان جرثومي، أو صار في شيء اسمه bacterial secondary infection، يعني انتان جرثومي ثانوي على أرضية الانتان الفيروسي. طبعا كل هدول ما شرط، ما بيدعوا للقلق إلا إذا الطفل الحقيقة صار في عنده وهن عام شديد، صار نقص شهية شديد، صار في عنده نوب من السعال الشديدة المصاحبة لهالأعراض التنفسية. يعني هون عم نحكي دكتور عن تهيج الأعراض التحسسية. تماما عند تماما عند أنه اشتدت الأعراض وقتها معلش ممكن أنه نقول صار في عندي انتان جرثومي. والحرارة المعندة يا دكتورة يعني هي بتدل على يعني دليل الحرارة المعندة، إذا نحن دائما عم نعطي الطفل خوافض لكن عم تضل حرارته عم ترتفع. هلأ في عنا كتير من الانتانات الفيروسية الحقيقة مترافقة. صحيح. مع ترفع حراري معند، وكلنا كنا نذكر الكورونا وما الكوفيد 19. نعم. وشو اللي كان في حرارة معندة. صحيح. هي هون بس بحب نوه أنا أنه أول 48 ل 72 ساعة إذا كان عندي ترفع حراري كان معند على الخافضات ولا لا، ما مباشرة نبلش بالأنتيبيوتيك المضادات الحيوية لأنه ممكن تكون القصة فيروسية. هلأ ما في شيء اسمه أنا برأيي يعني رتم من الحرارة يخوفني، إذا الطفل ما بين ذرة الترفع الحروري رجع طفل طبيعي بالشهية وبالحيوية، وقت هو بيرجع بياكل مني خفضوا له حرارته، نزل إن كانت على المنتجات الباراسيتامول أو البروفينات اللي هو مع الكمادات أو الدوش، لأنه هاي طريقة كتير مهمة، إذا عندت على السيتامول أو البروفين بقدر دخله أعمله دوش مو ماء بارد، ماء معتدلة كمان، معتدلة حرارة. صحيح. الماء أقل من درجة حرارة الجسم ب3 درجات. ما في مشكلة، نحن أول 48 ل 72 ساعة نصبر، مو مباشرة ندخل أنتيبيوتيك لأنه هي كتير مهمة، هي اللي بتأثر على مناعة الطفل، ما بيجوز مباشرة. وإذا رجع بعد تخفيض الحرارة ما عنده أعراض، يعني الولد رجع تقول الأم طبيعي عم يحرك وياكل، ما في داعي للقلق والخوف. فما دوما يعني حتى حرارة معندة بالبدايات بترجع خلال 48 ل 72 ساعة من سير المرض للطبيعي وما في أي مشكلة، ما في داعي للقلق. هلأ بنشوف كتير من الأمهات دكتورة يعني بتكون من كتر ما خايفة على أولادها وعلى أطفالها دائما فينا نقول انه بتتذاكى انه بتعطي باراسيتامول تيمبرا اي شيء يدعي الى، ولكن هون دون استشاره الطبيب يعني يجب ان يكون هناك في استشاره للطبيب خصوصا للاطفال اللي بعمر محدد. تمام. هلا خافضات الحراره ما في مشكله، الام لازم تعطي، نحن بنسمح للام بانه تطبق خافض الحراره بس تكون على درايه حسب وزن الطفل من طبيبه الأطفال المعتمد أنه هي الجرعة المناسبة له، هي التواتر اللي لازم ياخد فيه كل 4 ساعات أو كل 6 ساعات، ما في أي مشكلة، بالعكس الأم لازم تعطي خافض الحرارة
وتعرف هي شو الجرعات المناسبه لوزنها. لهيك دائما لازم يكون في تشبيك بينه وبين الطبيب المباشر حتى لو ما اخذت تماما بس عنده. ما تدخل ادويه اخرى خلينا نسميها مثل اتفقنا هلا الانتيبيوتيك او تدخل مضادات احتقان مثبطات سعال عن طفل عمره تحت الاربع سنين او حالات بلغم عن طفل عمره تحت الاربع سنين، هدول ممنوعين مفروض استشاره الطبيب عليهم. في شغله كمان ما نضل نحكي فيها انه الطقس وتقلباته، انه ممنوع التدخين، ممنوع الأرجيلة بالبيت، لأنه الحقيقة تقلبات طقس، عوامل خلينا نسميها مناخية وبيئية، مع استعداد للولد لأنه هو كتير بيلقط عدوى تمام، وأنه أهله مدخنين أو مؤرجلين، الحقيقة هون صار في عندي عوامل مشتركة هي رح تسيء للطفل، وبده يصير عنده استعداد أقوى لأنه هاي الأمراض تتمكن منه. تماما، عدة عوامل يعني هي عوامل الخطورة بتأثر على الأطفال. إذا بدنا نحكي عن الأمراض التحسسية أو الطفل اللي بيكون عنده حساسية معينة، يمكن هي أنواع أيضا التحسس أيضا وعلاقتها بالإنتانات أو حتى بارتفاع درجات الحرارة. طيب نحكي عن هذا الموضوع. طيب دكتورة، هلأ إذا بدنا نحكي عن الاستعداد للتحسس، نحن في عنا كتير أطفال، كتير يعني نسبة عالية ممكن توصل تقريبا 3 إلى 4 من كل 11 طفل عندهم استعداد للتحسس، منشوف نحن هيك النسب الإحصائيات العالمية. فوقت اللي بيكون عنده استعداد للتحسس الأنفي أو التحسس القصبي أو ما يسمى بالربو الطفولي بهالفئة العمرية، وقت بيكون عنده هذا الاستعداد للتحسس، العامل الأهم المطلق للنوب التحسسية هو الإنتان التنفسي الفيروسي رقم 1 بالفئة العمرية عند الأطفال الصغار. فوقت اللي بده يلقط هو إنتان تنفسي فيروسي، أنا بدي أتوقع بتجي الأم بتقول كل ما رشح بينزل على صدره، كل ما قرب بصير عنده خرب الصدر، سعال معند، سعال ليلي. فهي الكلمة كتير هي الحقيقة صحيحة طبيا وعلميا صحيحة وقت تحكيها الأم. لهيك الأطفال عندهم استعداد للتحسس الأنفي أو للتحسس الصدري القصبي مفروض أنه منعهم ضد الإنتانات التنفسية الفيروسية بالتوصيات اللي حكيناها، بأنه إذا منقدر نعمل تباعد بين الأطفال ما يقعدوا 3-4 بنفس المقعد، هي مهمة، إضافة للقاح الجريب أو الإنفلونزا نحن بنسميه الرباعي. يفضل عند هدول مرضى التحسس أنهم ياخذوا لقاح الإنفلونزا بهذا الفصل بالذات، هو يعني يفضل. لا إذا ما كان فيها الإمكانيات نقدر نحن نكتفي باللي حكينا. قصة التحسس، هلأ اللي عنده رشح تحسسي، عطاس، حكيت أنف، احتقان أنف شبه متكرر، إذا ما عنده حرارة أنا بميزه عن الإنفلونزا أو الجريب، ما أنه هذا الرشح الفيروسي. فالأم بتقول رشح، بتروح بتدخله، لسه هي قصة تحسسية أنفية، عطاس، حك أنفه، احتقن أنفه، بلش شوية كحات صغيرة بتدخل أنتيبيوتيك، وهي القصة كلها عبارة عن تظاهرات تحسسية. فنحن جماعة أمراض التحسس بدنا ننتبه عليهم، ما يلقطوا إنتانات فيروسية منعهم ضدها. صحيح، والتمييز أنه مثل ما ذكرتي ما يكون في اجتهادات شخصية بإعطاء الأدوية، استشارة الطبيب دائما، لأنه يمكن عندهم وضع خاص جدا أطفال التحسس. لهيك يعني كثير من الإجراءات يمكن دكتورة والنصائح للوقاية من طبعا الإصابة بهيدي الأمراض، فدائما شو بتنصحي خلال هيدي الفترة؟ هلأ قصة الأمراض التحسسية إلى كتير من التوصيات، يعني أنا في عندي تدابير خلينا نسميها غير دوائية وفي عندي تدابير دوائية. اتفقنا اللقاح، التمنيع ضد الإنتانات الفيروسية مهم، التمنيع ضد الإنتانات الجرثومية مهم، في عنا نحن أدوية تمنع ضد الإنتانات الجرثومية، كبسولات حاوية على جراثيم الأشياء بضمن كبسولة، أشياء 4-5 جراثيم تسبب الإنتانة، تعطى كمان بهذا الفصل كورسات شهرية 10 أيام من كل شهر، هي كتير مهمة تمنعه ضد الإنتانات الجرثومية، إضافة لتأمين جو مناسب بالمنزل، ما في حيوانات منزلية، ما في تدخين، ما في غبار. الحيوانات بتأثر على كتير طبعا طبعا بتأثر على هدول مرضى التحسس، حتى الألعاب الدمى القماشية والوبرية كمان هي كتير مهمة، إذا في رطوبة بالمنزل كمان مثلا، وخصوصا هلأ كمان موسم أنه سجاد وما سجاد كمان تماما، فرش السجاد أو تنظيفه، فرش الحرامات على السرير، هذا كله عوامل مؤهبة لمرضى التحسس. فنحن هاي التدابير بنعطيها للأهل كتوصيات، إضافة لأنه إذا كان هو مريض تحسس معروف من قبل طبيبه، ممكن يعطيه الأدوية الوقائية الفموية اللي هي أنتيليكوترينات، ما نبلش من هلأ فيها، حبة يوميا
على مدى فصل أو فصلين أو ثلاثة متعاقبين وراء بعض، خاصة إذا بنعرفه هو رح تتحرض عنده هل الأعراض الربوية أو الأنفية التحسسية بهذا الفصل، فبنعطي علاجات وقائية دوائية على مدى الفصول اللي متهمة بتهيج الأعراض. وفي كثير من الأمهات دكتورة بيلجأوا للأعشاب الطبيعية للعلاج، وخصوصا بالفئات العمرية الصغيرة. تمام. هلأ نحن هي والله مهمة كتير، يعني شكرا كتير لك مدام ريم انه اثرت النقاش فيها. هلأ الاعشاب يجوا بيقولوا لنا يعني ولد رضيع مثلا، معلش نعطيه ببرونة البابونج والزوفة وهيك قصة اليانسون. هلأ نحن من انه يعني ما بيجوز عند رضيع اني استخدم انا مجموعة عشبية. اكيد انا ممكن ابن السنتين ثلاثة اربعة استعين باعشاب، ما في مانع. البابونج على رأسه، البابونج كتير عظيم حقيقة. صحيح. عالميا منتشر حتى بالصيدليات وله أشكال صيدلانية كتير متعددة لهي الأمراض وغيرها كمان. ما في مانع، بس الخلطات العشبية ممكن تأثر وتهيج السعال عند الطفل. فمنتمنى شوي أنه كمان بهاي لو استشارة الطبيب على التليفون، معلش أنه أنا بدي أعطي هذا الصنف العشبي، هي علاجات بديلة بمقادير معينة. يمكن دكتورة مقادير معينة. وبعدين برجع بعيد دوما، إذا كانت صرفة ما في هيدا الخلطة أو المزيج المتعدد، هاد الكبار ممكن يتحملوا لأنه في منا بيعمل تقشيع زيادة بحرد تشكيل البلغم، هاي ممكن تزعجه للطفل أكتر. ما بدي أقول أدوية عشبية، خليني أقول أنا السوائل مغلي أو منقوع الأعشاب لا مانع، بس يكون آمن صرف. برجع بعيد، البابونج هو على رأسه، ما في مانع نهائيا. أما رضيع ياخد دوما هدول الأعشاب واليانسون والخلطات، أنا ما بفضل طبعا. يكون مناسب، يعني حتى بعض الأعشاب والسوائل ممكن تسبب حساسية للأطفال طبعاً. بعمر كتير صغير، لهيك صح. يعني دائما نحن منأكد على الاستشارة الطبية اللازمة، يعني ما خسران شيء أكيد الأم أو طبعا الأهل باستشارة الطبيب. إذا دكتور، بنصائح عامة بخلال هيدي الفترة من العام، وخصوصا الفترة التحسسية اللي عم نحكي عنها وفترة الأمراض، شو بتنصحي دكتورة لكل الأمهات والأطفال؟ تمام. هلأ نحن حكينا يعني الطفل الواعي، ما هو صغير كتير بالعمر عم يداوم بالمدرسة، اللي حكينا الابتعاد عن أي مصدر العدوى، بشوفه ممكن يشوف أنه رفيقه حتى أحمر وجهه، عنده حرارة. صح. كذا الابتعاد عنه. حتى ننبه نحن يعني المشرفين بالمدارس أنه إذا شافوا ولد مريض، معلش بس لبين ما ينتهي الدوام يبعدوه عن رفقاته، ما يبس العدوى. صار في إرشادات بهذا الموضوع دكتورة، إذا في طفل مريض بيبعتوه على البيت بس الصحة ترجع، يعني فعلا يعني هاي عامل وقاية كتير مهم. أكيد هاي مبادرات جميلة. الوقاية اللي حكيناها دوما، النظافة الشخصية والاعتماد على أنه الطفل هو يعني مو بس تسقيف هذا الطفل. صحيح. كمان أنه يكون في عندي على أرض الواقع إجراءات تعويده تعويده. صحيح. أنه الأم دوما هي تروح تشوفه قبل وصل من المدرسة، قبل ما يأكل بغسل إيدي، بيعتمد النظافة الشخصية بعد الخروج من الحمام. هذا كتير هدول مهمين. هلأ إذا بدي أحكي أنا، تهوية المنازل كتير مهمة. يعني الأم شافت أنه برد الطقس، التهوية ضرورية جدا ضرورية جدا. صباحا هلأ هي بعد ما يروحوا على المدرسة بتاخد راحتها بالتنظيف. صحيح. ما بتعرض أولادها لغبرة غبار المنزل أثناء التنظيف ولا المعقمات هاي الروائح. تهوية المنازل جدا مهمة، إذا في مجال، إذا في رطوبة بالمنازل، خاصة بعد كل مطرة بيقولوا بلشت الحيطان تندي، هدول كتير سيئين. الرطوبة بتلعب دور وعامل طبعاً سلبي جدا عند مرضى التحسس، وحتى تؤهب لتمكن إذا في عندي دخل فيروس على البيت كمان. الحقيقة بتمكن من الإنتانات الفيروسية عند الأطفال أنه تكون أشد وتكون شائعة أكثر. طبعا بنتمنى هيك كل حدا عم بيتابعنا يكون استفاد من هذه المعلومات القيمة من عندك دكتورة غزل ديب، دكتورة اختصاصية بالأمراض الأطفال وأستاذة بالأمراض التحسسية والصدرية بقسم الأطفال بجامعة تشرين. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك دكتورة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك.